فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا باع مسجل لشخص وهذا الشخص استخدمه في أمور محرمة هل يأثم ذلك أم لا؟ من يبيع سلعة هي وسيلة قد تكون وسيلة لمباح وقد تكون وسيلة لحرام هذا على أربعة أنواع. النوع الأول من يبيع الوسيلة على من يجزم بأنه يستعملها في الحرام فهذا حرام ولا يجوز ويعد هذا البائع قد سلك طريقا من طرق فعل الحرام وله مشاركة في إثم الفعل الذي سيفعله ذلك الشخص بهذه الوسيلة المحرمة. من باع سكينا لمجرم يقتل الناس، من باع جهازا لشخص يعصي الله عز وجل به ويعلم أنه سيعصي الله به، هذا لا يجوز البيع في هذه الصورة. الحالة الثانية إذا كان استعمال هذا الشخص لهذا الأمر في الحرام نادرا، وإذا كان استعمال الناس لهذه السلعة وهذه الوسيلة من النوادر فهذا يجوز البيع فيه ولا حرج على الإنسان فيه. ومن أمثلة هذا بيع العنب، مرة تبيع على مصنع العنب فيكون بيعك محرما تأثم به لأنك تجزم بأنه سيستخدم في صنع الخمور، وقد تبيع العنب في السوق على من يشتري منك وهنا غالب الناس يستعمله في الأكل أو في الاستعمال المباح فبالتالي يجوز لك أن تبيع عليه. والثالث من ترددت فيه وكان هناك مرجح أنه يستعمله في الحرام فهذا مما وقع الخلاف فيه بين العلماء، فذهب الإمام مالك والإمام أحمد إلى منع البيع في مثل هذه الصورة وأجازه الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي، وتنزه الإنسان عن مثل ذلك هو الأولى. والحالة الرابعة أن يبيع السلعة على من يجهل حاله ولا يدري هل يستعمله في مباح أو في حرام، وكان غالب الناس استعماله في المباح فحينئذ يجوز بيع السلعة في هذه الحال ولا حرج على الإنسان في مثل ذلك.